السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم القسم 8-2 شدة الصوت الفرع الاهتزازات القسرية والرنين للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2012-2013. الاهتزازات القسرية والرنين: لدينا مجموعة بندولات معلقة على ساق يصل بينها رباط مطاطي غير مشدود. البندولات الأربعة مختلفة في الطول الموجي. هناك بندولين أزرقين لهما نفس الطول الموجي. عند تحريك أحد البندولات تنتقل الاهتزازة عبر الرباط، فتبدأ البندولات بالاهتزاز. تسمى هذه فتبدأ إيش البندولات جميعها بالاهتزاز. تسمى هذه الظاهرة بالاهتزاز القسري أو الاهتزاز بالتأثير. نحن نعلم أن تردد البندول يعتمد على طول الخيط. إذن كل بندول يهتز بتردد معين يسمى التردد الطبيعي حسب طول الخيط. البندولين الأزرقين لهما تردد طبيعي متساوي لأن لهما نفس طول الخيط، والبندولين الأحمر والأخضر لهما ترددان طبيعيان مختلفان لاختلاف طول الخيط لكل منهما. اهتزاز بتردد طبيعي تولد رنينا. عند تحريك بندول أزرق واحد يتحرك فقط البندول الأزرق الآخر لتساويهم بالتردد ذو الطول الموجي نفسه مترجحا بسعة أكبر ليصبح النظام في حالة رنين. هذه نتيجة تجربة. ماذا يقصد بالرنين؟ الرنين عبارة عن تضاعف قسري لمين؟ لسعة اهتزاز الجسم عند تطابق التردد الطبيعي للجسم المهتز مع تردد قوة دورية تطلق عليه. الاهتزاز القسري هو اهتزاز جسم نتيجة اهتزاز جسم آخر بجانبه في نفس الوسط بحيث يكون لهما نفس التردد. من الأمثلة على الرنين ما حدث عام 1940 حيث اهتز جسر تاكوما ناروز في واشنطن بسبب الرياح. إذ كانت الرياح تتحرك بتردد مساوي للتردد الطبيعي لجزيئات الجسر، فلذلك اهتز الجسر بسعة زادت سعة اهتزازات الجسر مما أدى إلى تداعي الجسر. إذن الرياح هي المسبب. مثال آخر على الرنين ما حدث في عام 1989 خلال زلزال لوما بريتا كاليفورنيا، عندما انهار جزء من السطح الأعلى للطريق السريعة نتيجة موجات زلزالية ترددها 1.5 هرتز، وهو قريب جدا من التردد الطبيعي لهذا الجزء من الطريق السريعة، فحدث بينهما رنين مما أدى إلى ازدياد سعة الاهتزاز للسطح الأعلى للطريق. يهتز الفرعان المعدنيان لشوكة رنانة بتردد واحد عند طرقهما. ماذا يحدث إذا وضعت شوكة رنانة مهتزة قرب شوكة رنانة أخرى تهتز بالتردد نفسه؟ أوضح ذلك، يحدث بينهما رنين لتساويهما في التردد. وفي أمان الله.